السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا نفس المكان اللي ذيك المره قلتوا لي مكان حلو، صورت نفس المكان. المشكله انه يطيح مطر. خير ونعمه الحمد لله، اسمنا الصوت يعني راح، ما ادري هل المايك راح او المطر يضغط على المايك. نحن نصور معاكم بالجالكسي نوت 10 كاميرا اماميه، حط مايك خارجي، فاتوقع يطلع صوت عندكم. المهم خلينا نكمل الحين، فهمتوا هالحركه. فلما نتكلم معاكم الحين في دردشة على الطاير عن الايفون، بكره في نفس الوقت مؤتمر ابل، راح نتكلم عن الاشياء اللي بتنزل في مؤتمر ابل. اوكي، كبدايه الايفون خلصنا منه، الايفونات ثلاثه، ال 11 برو ماكس او اي شيء، بينزل معاهم قلم، ثلاث كاميرات، العلامه حقت ابل بالخلف ممكن تنزل شوي تصير في النص، ويكون فيها الوايرلس او الشحن العكسي عشان تشحن سماعه ابل مثلا، تحط سماعه ابل تشحن فيها، تشحن فيها اي جوال ثاني. ما ادري هل بتخلون جوال ثاني او انه بس بيكون شحن بس لحق الايفون او بس لحق سماعه ابل والساعه، يمكن يخلون الساعه، ما ادري ايش بيسوون، انه بيخلون، لان الكل يعرف ان الساعه لازم الشحن صج وايرلس، بس لازم تستخدم الشاحن حقها نفسها لان الكويل حقها صغير، فيمكن يسوون حركه انه في العلامه يكون الكويل صغير عشان تشحن فيها الساعه قصدي. فنشوف قدام الكاميرات الثلاث، ما راح نتكلم كثير عن الكاميرات لان بنشوف المؤتمر ونشوف الاشياء اللي بيسوون فيها. ممكن ندعمون القلم للايفون، نشوف قدام برضو. هذا ثلاث ايفونات خلصنا منهم، راح ينزلون، ابي اسمع معاكم علشان ما يكون الفيديو طويل طويل مره. فبرضو راح نتكلم عن الابل تي في، ممكن ينزلون ابل تي في جديد، بما ان الحين خلاص بينزلون الابل اركيد، فبينزلون ابل تي في الجديد عشان يكون معالج اقوى، يمكن يحطون فيه A12X نفس اللي في الايفون، اللي في الايباد برو 2018، فراح يكون معالج قوي لحق الالعاب، فحركه حلوه برضو انه يعني ابل تي في راح يكون بهالقوه، فراح تكون العاب قويه وممتاز، راح يدعم العاب ابل اتوقع متوجه الحين عشان تخش على البلاي ستيشن وغيرها، او اذا ما بتقدر على البلاي ستيشن بتقدر البدايه على نينتندو. يعني صح نينتندو بيقول لك اوه سوبر ماريو وما لا شيء، بس انه حبه حبه راح نشوف قدام شلون. اوكي، هذا خلصنا من الاشياء اثنينهم. الايباد يمكن ينزل ايباد، لكن بينزل في اكتوبر، لان طلعت تسريبات انه بينزلون في مؤتمر عندهم في اكتوبر، هو عاده الايباد اصلا في اكتوبر يعني بعد مؤتمر ابل الايفون بشهر، لان الايباد لازم يكون فيه، يعني الايباد الجيل لازم يكون فيه الاي 13 بينزل في الايفون، لكن اي 13 اكس ان المعالج الاقوى من الاي 13 هو اللي يكون في الايباد، فابل صعب انك تنزل اي 13 وتنزله في الايفون، شوي الا تحرق الاي 13 وتنزل اي 13 اكس وتنزله في الايباد، فصعبه، فلازم ننتظر ونشوف. اتوقع ان الشهر اللي بعده ينزل الايباد. ساعه ابل برضو في شعه قويه انها بتنزل في المؤتمر هذا اللي هو بكره، ما في تحسينات قويه، معالج اوكي، كل سنه يسوون ذي الحركه، بيحطون فيها شيء جديد مثل حساس حق النوم او شيء، هذه الاشياء الجديده اللي بتنزل، لون جديد او ماتيريال صناعه جديده بيسوونها، بس هذا الاشياء القويه لها. وبرضو ابل يقولون ان في شيء اللي نعرفه لنا في نهايه المؤتمر، يقول لك او وان مور ثينج، مالت تقريبا كان ستيف جوبز يقولها ومشوا عليها برضو هم، ان شيء جديد بينزلونه، يمكن ينزلون التاج التويلز الصغير ان حق الاشياء اللي ضاعت طلعها، راح نشوف قدام شنو وان مور ثينج. اذا قالوا هذه الكلمه اعرف انه لازم يكون شيء جديد، منتج ابل ما نزلته من زمان بينزلون منتج جديد، يعني او ما نزلته من زمان، منتج جديد حق ابل. طيب هذا كل الاشياء، هذا المؤتمر كله، ننتظر الاي او اس 13 راح ينزل نهايه الاسبوع هذا برضو بعد المؤتمر ثلاث ايام اربع ايام، بالكثير خمس ايام ينزل اي 13، والاي 13.1 يمكن ينزل مع الايفون برو، ما ادري ليش مسوين حركه ابل انه في الايفون برو بيكون 13.1 يمكن حق دعم القلم، اتوقع انه بيكون حق دعم القلم منه، لانه ما ادري بس انه بيكون حق دعم القلم. بس تقريبا هذه الاشياء كلها اللي بيكون في المؤتمر، انا بس قلت لكم بسرعه عشان ما اطول معاكم، ما ادري يمكن تقريبا اخذنا اربع دقائق، بس انه ما ابي الفيديو يكون طويل. هذه الاشياء كلها تكلمت معاكم، قلت لكم اني بسوي البث في تويتش، لكن للاسف ما في دعم كثير في تويتش الى الان، ما وصلت حتى 10 يمكن، فما راح اسوي البث في المؤتمر، بشوف المؤتمر، لانه شوف بدايه المؤتمر قبل المؤتمر بساعتين عندي لاب، بخلص اللاب برجع الشقه بشوف المؤتمر، وبعد المؤتمر بساعتين عندي كلاس، بخلص كلاس برجع اسوي لكم فيديوهات وارفعها لكم. هذا الاشياء كلها اللي بقدر اسويها، يعني في نفس الوقت ارفع صدق وقت المؤتمر قاعد اطالع انا، بس بيخلص المؤتمر يمكن اسوي الفيديو واروح الكلاسات، لان عندي ساعتين يمكن ويمكن، فنشوف معكم قدام. بس هذا الفيديو كله، ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعائكم. اتوقع انه في قلب هنا، خل اوريكم، لا والله صوره برضو.
تربط معاكم الشاشه. كنشوف امطار عندنا، والمشكله اني ما اقدر يمكن اسوي بعد دردش على الطاير كثير الحين، لان خلينا نشوف الودر عندنا اوريكم اياه. تقريبا الاسبوع هذا كله راح يكون كله امطار، كله امطار. درجه الحراره الحين عندنا 11، طبعا هي 10 يمكن هي 13 مثل ما نشوف، لكن الشعور 9، فاحنا نمشي على الشعور 9 مثل ما نشوف. تقريبا اسبوع كامل راح يكون فيه امطار، طبعا ما بنتاكد منهم شوي يتغيرون، لكن من امس يطيح مطر عندنا واليوم يطيح مطر الحين ل 24 ساعه برضو بنكمل. ف ليش اطولها معاكم انا الحين؟ ليش نسولف واجد؟ بس خلصنا في نهايه الفيديو، لا تنسون اشتركوا القناه، انتظر الايفون، توقعون ايش افضل ايفون اشتري؟ انا بوجهه نظري اذا كانوا الايفون الكبار او البرو نفس الشيء اثنينهم، نفس ما سووا السنه راحت تنس وتنس ماكس نفس المواصفات، باخذ الصغير تنس، لكن اذا كان في فرق بتوهق يعني. لي هذه المشكله، انا احب الصغير يعني جهاز الصغير احبه. ف كتبوا لي تحت ايش اللي تتمنون نسوي ريفيو له. الايفون ما راح يكون 11 اوكي، لان 11 يكون متوسط الشكل، اتكلم عن الحجم، لكن تتوقعون الايفون 11 برو ولا البرو ماكس او البرو ما ادري ايش اسمه اللي تبيه بلس ماكس اللي هو. كتبوا لي تحت الترغيبات ايش اللي تتمنون. طبعا مثل ما قلت لكم اذا كانوا اثنينهم نفس الشيء باخذ الصغير بدون اي تفكير، لكن تدعموني اوكي سولفوا قولوا لي ايش الايفون اللي تبون. وبس من نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، واسف اذا كنت اسرع بالكلام بس ما ابي اطولها معاكم عشان تكون فيديو طويل. ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.